كنت في الاستماع، ما هو تعليقك بداية على هذه الحادثة التي وقعت في بنغازي، أي محاولة اغتيال وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. حقيقة هذا الاستهداف الذي حدث اليوم هو دليل على أن هناك شخصيات ارتباط بين أفراد المؤيدين لعملية الكرامة. فأنا أرجع الأحداث إلى ما كان عليه قبل فترة عندما أعلن أصدر حتى قرارا بعدم دخول أي مسؤول يتبع حكومة الوفاق أو حكومة المنطقة الشرقية، وأعتقد أن دعين يعني معينا وكيل وزارة للداخلية، وهذا يعتبر أحد الأسباب التي كان حتى يريد أن يعمل على تطويعها، خاصة وأنه يرى أن هذا كأنه اخترق القرار الذي قام بوضعه، وأن دعيم لم يمتثل لهذا القرار، وبذلك يريد دعيم أن يكون مؤثرا ويكون أن يكون له دور في هذا الوقت. ولذلك دعيم اليوم عندما حدث له الاستهداف كان قد باشر في التحقيق مع جزء الفاخري الذي هو يعتبر المتهم الأول في عملية الأديار، والذي يعتبر آمر سرية سوق المقابلة التابعة للتيار المدخلي، والتي ضمن كفيلة طارق بن زياد المدخلية، وبذلك يريد أن يعمل على إيقاف التحقيقات وأن يعمل على عدم نشر التحقيقات حتى لا تتم كشف الأوراق، وقد نصل إلى العديد من الأوراق التي تكشف، خاصة ما سمعناه يوم أمس عندما تحدث رائد حزازي الذي كان الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة وكرة حتى عندما قال بأنه ذهب إلى مصر خائفا من عملية، خائفا أن يتم اختياره من قبل حتى، وأن حتى لا يريد أي صوت مخالفا له، وأن العديد من الذين كانوا مع حتى والآن انقلبوا عليه. واضحة هذه الأمور الآن منهم العميد السيمان الذي كان محاصرا لسامة، الآن ذهب إلى المنطقة الغربية بعد ذلك على ما أعتقد إلى طب. أعتقد أن أمر هام جدا هو أن دعيم يعتبر من قبيلة العوزير، وأن العوزير من القليل كانوا بكثرة بقوة لحتى، وأن بعض التراجع بدأ منهم، وأن حتى يخشى أن يفقد مناصريه من قبيلة العوزير. طيب سيد عصام، وضع كبير جدا بالنسبة للمساحة الاجتماعية في مدينة بنغازي وفي باقة بصفة عامة، وأن هذا الأمر سيؤثر على تواجد حفر وسيطرته، لأن دعيم يعتبر ممثلا لهم خاصة في وزارة الداخلية التي أخذوها من حكومة الوفاق، والتي لم يحضر حفر من عمل أي شيء اتجاهه نظرا لوضعه القدم. طيب سيد عصام.